كنا انفردنا من حلقات كده بملف عن النصب العقاري. حقيقي الملف ده احنا لما انفردنا بيه انا ازعم ان الحمد لله بدات فيه يعني اجهزه تتحرك، بدا فيه الحمد لله بدينا نشوف بقى فيه الناس بدات تتحرك، بقى عندها وعي ان هي تروح تشتكي في مجلس في جهاز حمايه المستهلك عن حقها، بقى جهاز حمايه المستهلك يتحرك ومفيش توازنات بقى ولا بيخش وبيتكلم وبيحقق في الشكاوي والحاجات دي كلها. كمان حقيقي في شركات بدأت تعدل من أوضاعها وبدأت تتواصل مع عملائها وتعتذر لهم على الأخطاء اللي حصلت وبدأوا فعلا يصححوا أوضاعهم، واحنا بنحييهم. عشان كده احنا في حاجات كتير ما بنتكلمش عنها، لان احنا متابعين السوق، احنا ما بنقولش ما بنتكلمش، احنا متابعين كل حركة في السوق. شايفين ان في شركات كتيرة بدأت تتواصل مع العملاء وبدأوا يحسوا فعلا ان هم كانوا مقصرين في حقهم وبدأوا يتعاملوا، لكن في شركات تانية هوبلس كيس او حاله ميؤوس منها، دي احنا بقى لا دي احنا بقى ادينا فرصه مره واثنين ثلاثه ولازم نتكلم. في معانا مآسي من السوق، معانا ناس بتتصل بي يعني بينا بتحكي مآسي، بتحكي عن شقه عمر بيضيع، بتحكي عن اباء توفوا وما استمتعوش والابناء حاليا بيدوروا على الحقوق دي ومش لاقيينها. وللأسف الجاني يستمتع بحياته وبالأموال اللي جمعها من شقة الناس. النهاردة عندنا مشكلة جديدة، مشكلة من مئات الأفراد ملاك أرض سيدي عبد الرحمن. تم شراء الأرض دي من نقابة المعلمين الفرعية بحوش عيسى، أياميها كان نقيب اسمه صلاح غزالي بدر. الكلام ده كان سنة 92، يعني اعتقد اللي اشترى في 92 لو كان هو قريب من المعاش فاعتقد هم هو توفى رحمه الله عليه واعتقد ابنائه واحفاده دلوقتي. يعني شو احنا بنتكلم على ماساه بقى لها من سنه 92. في 2005 النقيب صلاح غزالي اتصل بالملاك اللي اشتروا الارض وقال ان في شركه اسمها الكنديه هتنفذ المشروع وفي حوالي 2000 جنيه ثمن تسويه الارض وتحديد القطعه دفعوا لواحد اسمه وائل القاضي، بلغهم ان في مبالغ تانية لسه هتدفع منها مش عارف 18000 جنيه تم ادخال مرافق لكل قطعه، وكانت اخر مره شاو فيها الارض سنه 2013. بعدها معالم الارض اتغيرت، في 2019 تم اخبارهم ان في شركه خدت الارض وهتسلمهم الشاليهات جاهزه، بس مساحات الشاليهات غير مساحه الارض، وكانت مساحه الارض تراوح ما بين 300 ل 400 متر. قالوا لهم انهم هيسلموهم شاليهات على المفتاح مساحه 70 متر بغير الجنينه والمرافق والحواليه وقيمتها السوقيه حوالي 800000. برضه الناس وافقوا، هيعملوا ايه؟ ما خلاص كده راحوا الارض، اتضح ان لا انها مش ارضهم وان الارض تم سحبها من النقابه للمحافظه، سحبت النقابه والمحافظه باعتها لشركه تانية. تواصلوا مع النقيب الحالي السيد ربيع عبادي كان بيمطلهم في قضيه ان النقابه رفعها المحافظه لاستدارة الارض. طبعا الكلام ده كله هم بيقولوا طلع كذب، واتضح ليهم ان ربيع عبادي في صله قرابه مع صلاح غزالي. يعني حدوته كده، عايزين نعرف حكايتها. معنا الاستاذ هاني امين احد المتضررين من مشروع لؤلؤه سيدي عبد الرحمن. مساء الخير استاذ هاني. اهلا، مساء الخير يا فندم. انا قلبي وجعني وانا بتكلم والله يا فندم، بس والله حاجه تحزن فعلا. يعني ربنا معاكم. انا عايز احكي لك ان احنا مثلا حوالي 700 قطعه ارض نعم اللي خدناها من لؤلؤة سيدي عبد الرحمن دي، والناس كلها دفعت فلوسها وخلصتها وكل حاجه، وبعدين النقابه ما دفعتش كل ثمن الارض للمحافظه، دفعت حوالي الثلث نعم ما كملتش الباقي. وبعدين حضرتك بعد كده اهوت احنا طبعا سددنا كل اللي علينا وبعتوا لنا قالوا لنا احنا هنسجل الارض وعايزين 500 جنيه من كل قطعه ودفعنا لهم، واتضح بعد كده انها رسميا ما تسجلتش. نعم. انما يعني المهم ان هو بعد فتره زي ما حضرتك ذكرت الشركه الكنديه دي قالوا لنا الشركه الكنديه دي هتقوي الارض وتعمل لكم مرافق وتاخد 17000 جنيه عن كل قطعه، وفي الاخر بداوا بقسط ب 2150 جنيه، وبعد كده الشركه الكنديه ما حطتش باس ولا طوق ولا اي حاجه في الارض، ما عملتش حاجه. نعم. ف وبعدين ندور عليها بعد كده بعد ما خدت، في ناس دفعت من 2000 ل 8 ل 20 للشركه دي، وبعدين اختفت الشركه دي لسه. اخر حاجه بعتين نسال على العنوان كانوا قالوا انها نقلت فيه
لأنها مجرد نقلت بعقد ومشيت من غير ما تحط نعم. أي حاجة. طيب بعدين يا فندم احنا طبعا الارض دي كان في ناس رفعت قضايا القضايا دي وصلت في مثلا القضيه 8341 بقت الموضوع ارشيد عبد الرحمن بقى في ايد النقابه الفرعيه بكفر الدوار. كفر الدوار فكفر الدوار حاليا رافعين قضيه او قضيتين 8341 و42 على المحافظة عشان يسترد. وصلت النقابة إلا إن كان في مفاوض دولة كتب تقرير عن الموضوع. نعم. وقال إن إزاي النقابة يعني ملخص كلامه إن ما يصحش إن المحافظة تسحب الأرض لأن الأراضي السياحية كلها بناء على قرارات عدة قرارات جمهورية وقوانين لأنها تبقى من اختصاص وزير السياحة. نعم. وليست من اختصاص المحافظة حاليا. تمام. فازاي تسحب منكم الارض وهي اساسا مش من اختصاصه ان هو يسحب منكم الارض. طيب. فكتب هذا التقرير وقدمه للمحكمه هو مفوض دوله. واحنا في انتظار الحكم حاليا يا فندم. الدوله نفسه اللي كتب هذا التقرير. يعني احنا في انتظار الحكم محكمه دلوقتي ولا المحكمه حكمت؟ يا فندم هو المحكمه رفضت هذا الكلام ما اخذتش بيه. تمام. وبعدين عملنا طعن. عملنا طعن الطعن راح للمحكمه الاداريه العليا في القاهره. نعم. المحكمه الاداريه العليا النهارده احنا يعني معانا رقم الطعن وبنحاول نشوف ايه القرار بتاع المحكمه في هذا الطعن مش عارفين نوصل له. تمام. هو قد يكون لسه لم يحسم القرار ولكن احنا بنوجه رساله مع حضرتك برضو للجهات المسؤوله بسرعه البت في هذا القرار وكمان فتح تحقيق لمعرفة مين المتسبب في ده في ضياع مقدراتكم وأموالكم لأن ده شيء غريب إذا كان النقابة صلاح غزالي ولا معرفش التاني اسمه إيه مسؤولين عن ضياع الأموال دي لازم يحاسبوا ولازم تقدموا فيهم بلاغات قصديه ما ينفعش دي فلوسكم وفلوس ومقدراتكم ومقدرات يعني أولادكم. أيوه. وإحنا بنضم صوتنا ليكم يا فندم في طرح هذا الموضوع. يا فندم إحنا بندور على يعني عندنا بس حقاتنا وارضنا اولا المحاكمه تيجي بس بعد ما يجيبوا لنا يرجعوا لنا ارضنا ويدونا تعويضاتنا او اذا كان في بعض الناس تقبل تعويضات انما في النهايه احنا بنطالب بالارض. تمام. والتقرير بتاع مفاوض الدوله مستند لعده حاجات بند منهم واحد اللي هو قرارات. بص حضرتك احنا 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 لا نعلق على احكام القضاء ولا نعلق على لا نعلق احنا طبعاً. احنا بنحترم اجهزتنا كلها ومسؤول في تدرج في التقاضي وانتم استخدمتم حقكم في التدرج في التقاضي واحنا مستنيين الاداريه العليا تقول كلمتها وكلمه الفصل وارجو ان تتواصلوا معانا ان شاء الله قريبا هتلاقي في كلمه ان شاء الله. رقم كام يا فندم؟ رقم الدعوه 86 556 ده طعن 86 556 سنه 65 قضائيه. تمام يا فندم. قطعنا على 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 الحكم المحكمه الاداريه الاسكندريه. تمام. اللي ما خدتش برايي المفاوض. طبعا انا ما الله اعلم يعني اذا كان في اسباب ما تقدمت لهاش او حاجه انا مش اكيد لا لا طبعا لا اكيد طبعا اكيد وكل اللي احنا بنثق في مؤسستنا وان شاء الله بنثق الحق هيرجع لاصحابه. شكرا استاذ هاني امين. شكرا استاذ هاني امين واحنا بنضم صوتنا لحضرتك ولكل ال 700 اسره المدارين. طيب البنك المركزي خفض الفائده اسعار الفائده نهايه الاسبوع الماضي 50 نقطه اساس او 0.5% خطوه هدفها زياده الاستثمارات تنشيط الاقتصاد. القرار ده جه بعد ايقاف البنك الاهلي المصري وبنك مصر شهادات 15%. ده توجه من شانه يؤدي لتوجه المدخرات للسوق بقى يزيد الطلب للاستثمارات في المشروعات كمان يزيد الاستثمار تجاه الاسواق المال تجاه التنشيط العقار الانتاج. حقيقي قرارات مهمه جدا تدعو يعني من شايفين احنا البنك المركزي المصري بيمارس سياسات يعني نقدر نقول توسعيه يعني بالتاكيد بعد العديد من القرارات خلال السنوات اللي فاتت ويمكن احنا بنحيي دائما قياده السياسه النقديه المتمثله في السيد المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي. حقيقه السياسه النقديه ماشيه بشكل محترف وبشكل متوازن بتراعي كل الظروف المحيطه حوالينا. يمكن
احنا معانا المداخله جاهزه عشان نعرف اكثر تاثيرات هذا الكلام وعلى اقتصاديا وعلى اسواق المال والبورصه. معنا التليفون الاستاذ وائل عنبه خبير اسواق المال. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك. اهلا مساء الخير يا استاذ عيسى. اهلا بيك. قرار تقييم حضرتك لقرار خفض اسعار الفايده واللي جه مباشره بعد قرار ايقاف الشهادات 15%. هو يمكن في ثلاث اسباب مهمه جدا لهذا القرار. السبب الاول انخفاض الكبير لمعدلات التضخم المعلنه من قبل البنك المركزي. يمكن النزول الكبير ده شجع البنك المركزي على انه يبدا يخفض سعر الفايده. الحاجه الثانيه ان عندنا في معدلات النمو بتزداد، فعندك زياده في معدل النمو وعندك انخفاض التضخم. الحاجه الثالثه ان احنا اعلى سعر فائده حقيقي في العالم. نعم. هو الفرق ما بين سعر الفايده ومعدل التضخم، هذا رقم واعلى سعر في العالم. وعلى فكره كان هيكون التخفيض اكتر من كده، اكتر من نص نقطه، لولا ان كان في ترقب للاسواق المنافسه وخصوصا تركيا. كان في اجتماع في نفس اليوم. نعم. هم هناك رفعوا سعر الفايده عشان يعمل جذب لعملته، ومع ذلك التاثير كان ضعيف جدا والعمله التركيه نزلت ثاني. البنك المركزي هنا قرر يخفض نص نقطه. اتوقع لو كان الاسواق المنافسه ما علتش الفايده كنا ممكن نخفض اكتر من نص نقطه. تمام. راي حضرتك كخبير اقتصادي واسواق المال في اداره السياسه النقديه في مصر خلال السنوات الاخيره. يمكن البنك المركزي بيدير عمليه الاصلاح الاقتصادي بحرفيه انا شايفها في الفتره الاخيره. انخفاض معدل التضخم واضح جدا خلال السنه الاخيره. سعر الصرف البنك المركزي يمكن بيستهدف ان الدولار ينخفض امام الجنيه، وفعلا الجنيه بيرتفع بقاله فتره. نعم. تخفيض سعر الفايده اللي حصل ده هيفيد يمكن حاجتين. هيفيد الدوله باعتبارها اكبر مدين، فيحصل تخفيض لخدمه الدين العام. نعم. وبالتالي تخفيض لعجز الموازنه، وايضا هيفيد مجتمع قطاع الاعمال، وبالتالي يساهم في تخفيض معدلات التضخم ومعدلات البطاله وزياده التشغيل في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ وائل عنبه على مداخلتك معنا وحديثك حول السياسات النقديه في مصر.